السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل كده مع بعض أحلى طاجن فول بالبيض للسحور. طبعا أنا عاملاه في صينية، الطاجن بتاعي بعافية شوية اتكسر مني، بس معلش عادي يعني، يمشي في صينية يمشي في أي حاجة. هنعمله كده يعني زي ما بيقولوا في ثواني كده، حاجة كده حلوة وتفتح النفس اللي ماليش نفس ان هو يتسحر وكده. الحاجة الجميلة دي طبعا ما اقولكوش عليها، بقى حاجة خطيرة. هنعمل مع بعض احلى طاجن فول بالبيض. يلا نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف هنعمله ازاي، وهنعمله مع بعض يعني بكل سهولة. معانا هنا بقى البطل بتاعنا، الفول زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الفول ده انا عاملاه في البيت، شايفين شكله؟ رب يكون واضح، شايفين لونه فاتح ازاي، وكمان انا كنت حافظاه في الفريزر. معايا هنا طماطمايه او اتنين مقطعين اهو مكعبات. انا بس الطماطم يعني الطماطم والبصل ممكن تلاحظوا ان هم كتير شويه بقى، علشان ايه؟ علشان الفول عندي كتير. برضو بصلايه كبيره في الحجم متقطعه. عندي هنا ثوم زي ما انتوا شايفين كده، يعني كام فص ثوم انا مقطعهم بالسكين صغير، مش يعني مش هرساه. عندي البيض طبعا، دول 6 بيضات. عندي هنا فلفل متقطع صغير، عايزه تحطي فلفل يعني يكون حامي برضو براحتك. انا الفلفل ده يعني مش حراق شويه، يعني حلو كده علشان الاولاد بقى يستوعبوا. وطبعا عندي الكمون، عندي فلفل، هستخدم برضو كزبرة، وطبعا لازم ما ننساش الملح. يلا بقى هنشوف هنعمل ايه في طاجن الفول، وهنعمله ازاي مع بعض بطريقة سهلة. هيبقى كمان حاجة جميلة في سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يلا نشوف هنعمله ازاي. بجيب الطاسة بتاعتي كده واحط فيها المادة الدهنية اللي انا بفضلها، زيت سمنة، زيت زيتون، المادة الدهنية اللي انت بتحبيها. هنزل كده بالبصل، كده هسيبها كده في المادة الدهنية كده يعني 3 دقايق بالظبط، هشوحها فيها كويس. كده هو معانا البصلة يا دوب كده خدت 3 دقايق كده على النار. هنزل بالثوم، يا دوب كده تقلبه تقلبتين كده، يا دوب اشم ريحه الثوم، ما تسيبوش يحمر يعني. يا دوب كده ريحه الثوم طلعت، هقوم نازله ايه بالطماطم. هنزل كمان بالفلفل، وصحيح لو عندك كزبرة خضراء عايزة تحطي برضو عادي ينفع، تبقى جميلة، بس انا ما عنديش والله. هقلبهم كده واسيبهم على النار يا دوب، يعني ايه المكونات دي تندمج كده مع بعض. انا عايزة كل حاجة زي ما هي كده، شايفين شكلها حلو ازاي وجميل، يعني يا دوب تندمج كده مع بعض 5 دقايق بالكتير، وهننزل عليهم بالفول. هسيبهم كده على نار هادية خالص، هخليهم كده يسبكوا ويندمجوا مع بعض زي ما قلنا. هدي النار بس كده شوية، شايفين شكلها اهو زي الفل. هنزل دلوقتي بالفول بعد ما سبتها 5 دقايق. هقلبها كويس، واسيبها
سيبهم برضو على النار كده يعني، اقلب فيهم كده ايه على نار هاديه برضو دقيقتين كده ثلاثه. بصوا بقى عايزه اقول لكم ان كميه الفول اللي عندي، لا كانت بقى عايزه ضعف الطماطم وضعف البصل، يعني شايفين انا الفول اللي ضفته اهو قدامكم ده بقى نص الكميه اللي عندي. حاجه بقى معموله في البيت وايه كتيره بسم الله ما شاء الله، يعني يعني ايه كان العيار المفروض لا يبقى اقل من كده، يعني مثلا اقول الطماطميه الكبيره دي والبصليه الكبيره اللي هم متقطعين دول عايزين بالظبط مثلا لو هنقول بالكوبايه مثلا مثلا كوبايتين فول، انا بقى دول كتير دول مثلا خمسة، فانا يا دوب خدت نص الكميه كده او يمكن اقل. هنسيبهم كده يتسبكوا 5 دقايق بس. دلوقتي بقى واثناء الفول بيتسبك هنزل كده بنص معلقه كزبره صغيره كده زي ما انتم شايفين، هنزل كمان بالكمون، انتوا عارفين ان الفول بيعشق الكمون، هنزل كده بالكمون يدوب كده حاجة بسيطة، فلفل اسود، هنزل كمان بالملح بتاعي نص معلقة كده، اقلبهم كويس. انتوا طبعا عارفين الفول زي ما قلنا العشق بتاعه ايه الكمون، عندك فول اديله كمون على طول. وكده شكل الفول اهو معانا خلاص كده بعد ما سيبناه 5 دقايق، شايفين شكله جميل ازاي. الخطوة اللي دلوقتي بقى هحطه في الطاجن بتاعي وهنزل عليه بالبيض، انا بقى ما عنديش طاجن اتكسر ان شاء الله هجيب غيره. هنزل بقى بصنية عادي يعني مش هتقول لا. ننزل كده، لو انت بقى ما بتحبيش البيض مثلا ده يتاكل كده على طول حاجة جميلة قوي مش هيقول لا. ننزل كده بالكمية دي كلها اللي عندي، زي ما هو كده هو سخن كده. هعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما نزلت كده الفول عندي في الصينية؟ هجيب البيض بقى دلوقتي واعمل كده انزل كده بالبيض. كمان كده بيضة اديها كده رشة فلفل بس على الوش، وكمان رشة صغيرة كده كمون هدخلها الفرن. هندخله بقى الفرن يعني برضو مش هيكمل في الفرن، يا دوب هو كل حاجة مستوية مفيش غير بس ان البيض بس ايه يستوي معايا كده مع الفول، يعني ممكن نقول مش هياخد 5 6 7 دقايق كده بالكتير، يعني عينها هتبقى عليه. هفتح الفرن على نار متوسطة وهدخله فيها من غير شواية ولا اي حاجة، بس هو مش هيستاهل، هدخله جوه الفرن ولما يطلع بقى هنقدمه ونشوفه مع بعض. وده شكل الفول بتاعنا اهو، طاجن الفول بالبيض بعد ما دخل الفرن يا دوب خد 5 دقايق بالظبط، شايفين شكله جميل ازاي. الله كده بالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم بالصحة يا رب دايما. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تضغطي لايك وتعملي شير، تشتركي عندي في القناة قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد كده يا رب دايما على خير ان شاء الله.